يمكن كده دايما بنقول ابن الوز عوام. وضفنا النهاردة كده احنا شفناه في دراما رمضان 2021 في مسلسل لعبة نيوتن، وخطف الأنظار بشكل كبير جدا في التمثيل بعد ما كان مركز أكتر في المزيكا، وكان عنده فرقة موسيقية بالظبط زي والده الفنان الجميل اللي كلنا بنحبه الراحل حسين الإمام. مش بس كده، ده كده خليط لذيذ جدا ما بين التمثيل والإخراج والتصوير والغنى وكل حاجة، يعني هو فنان شامل وموهوب جدا. منورنا في الاستوديو الفنان يوسف الإمام. أهلا بيك يا يوسف. أهلا، منورنا. ازيك يا يوسف؟ منورنا يا جو. ميرسي يا جماعة. جو، أنا عايز أسألك أول سؤال، هيبقى ليا طبعا الشرف إن أسألك عن سؤال. التوليفة بتاعة العيلة عندك، يعني من أول جدك ومامتك وباباك وعمك، أثرت فيك إزاي في شخصيتك؟ موضوع طويل، يعني الواحد اكيد وهو متربي في بيت كله فنانين من غير ما بيقصد بيلاقي ان هو بيشوف قدوه في اهله عامه، يعني صح. فانا ما عشتش وشفت جدي حسن الامام، ف انا بالنسبه لي يعني درسته حتى في المعهد وعرفته من ابويا، عرفته من عيلتي كلها، بس انا ما نزلتش معاه لوكيشن، ما شفتش ده، فانا ده كله بالنسبه لي حاجه انا واخدها من ابويا اكتر، يعني انا شفت جدي في ابويا. فهو كان واخد من شخصيته، بيحكي لي عنه، بيحكي لي زمان هو نزل مع اللوكيشن ازاي وهكذا. فكل ده طبعا نمى فيا حاجه ان انا بالنسبه لي واو، يعني سينما واخراج وافلام ونشوف الافلام دي وانا صغير. فالموضوع من غير ما بتحس بيأثر فيك يعني. طب نبتدي بس من الاول علشان نعرف اكتر على حضرتك، انت تخصصك ايه؟ درست ايه؟ انا درست اخراج في معهد سينما، ودرست هندسه صوت وموسيقى في كندا. اوكي، وايه الحاجه اللي بدات منها؟ كشغل يعني؟ انا بدات انزل اشتغل من وانا مثلا في رابعه معهد تقريبا، بس اشتغلت مساعد مصور. يعني انا نزلت تريننج تصوير، طول حياتي بقالي 10 سنين شغال في التصوير. واشتغلت فوكس بولر، نزلت تريني واشتغلت فوكس بولر، بعد كده كاميرا مان، ودلوقتي شغال مخرج ومدير تصوير. ده قبل التمثيل يعني. يوسف انت بتعمل حاجات كتير جدا، زي ما قلنا كده انت ميكس ما بين التمثيل والاخراج والتصوير والمزيكا كمان، انت كان عندك فرقه موسيقيه. بس اكيد كل حاجه عندك ليها شغف معين. ايه اكتر حاجه حسيت ان انت بتحبها اكتر او لقيت نفسك فيها اكتر من الحاجات دي كلها؟ السؤال ده صعب، لان انا ما بشوفهاش ان حاجه فوق حاجه، الحياه بتبقى مراحل احيانا، وفي حاجات ببقى انا محتاجها دلوقتي. يعني انا اشتغلت 10 سنين تصوير عشان الاخراج اصلا، يعني انا كنت حاسس ان انا محتاجه ابقى فاهم قوي التصوير بالاضاءه، بازاي اقدر ارسم صوره او كادر فعليا بتفاصيله، بمعنى ان انا اللي بصور، انا عارف ازاي انور مشهد، او واخد بالي مدير التصوير اللي معايا هشرح له ازاي. ما بحبش ابقى بعيد عن الموضوع، بحب ابقى فاهم انا بعمل ايه. ولذلك انا لقيت ان الطريقه الوحيده ان الواحد يفهم بجد انه ينزل شغل. فانا نزلت وفهمت فعلا في مدار السنين، يعني خدت خبره، فالموضوع ده فرق معايا جدا. انا ساعتها كنت بعمل كل ده عشان اصلا انا بدات بالمزيكا. انا ابتديت اعزف مزيكا وانا عندي مثلا 7 سنين، فكنت عايز اعمل كليبات لفرقتي وانا صغير، كان عندي فرقه وانا عندي مثلا 14 سنه، ونزلنا عملنا حفله في الساقيه وكده. فكان عندي شغف رهيب لما بشوف الكليبات بتاعه الباندز اللي بره، بتبقى عامله زي الافلام، بيبقى فيه مود، بيبقى فيه ستوري وستراكشر، الحاجات دي كلها خلتني عايز اعمل كده ومش عارف ازاي، هتجنن. فقلت انا لازم ادرس سينما، مش هينفع الواحد. واياميها يعني انا كنت طفل التسعينات، كانش فيه 5 دي وكاميرات ديجيتال وكده، ما كناش نقدر نعمل ده. النهارده فعلا احنا نقدر نصور بكاميرا قد كده كليب ويطلع شكله سينمائي. فانا من ساعتها وانا طفل كنت عايز ادرس ده. ولذلك انا دخلت معهد سينما عشان كنت عايز اعمل كليبات لفرقتي. طب قول لي يا جو، البند بتاع الفنان حسين امام ومودي الامام طيبه اثر في البند بتاعك، يعني وانت بتكون فرقتك وانت صغير، هل كنت متاثر بيه اللي بتقدمه او اللي بتالفوه وبتغنوه؟ اتاثرت باباك وعمك؟ مش هقول لك ان الفرقه شبهها قوي، يعني انا متاثر ببابايا وعمي، من ناحيه الحته ان انا واخد الروتس بتاعه المزيكا الروك، من اول الروك والهافي ميتال والحاجات دي. الجيتار اصلا ابويا جاب لي جيتار وانا عندي 7 سنين الكتريك، وعايز يعلمني، وانا ما كنتش عارف اعزف عامه، يعني ما الموضوع ما مشيش خالص. معانا صور ليك وفيديو ليك وانت رائع جدا كمان. بدي اقول لك، اسالك، زي ما شفنا بالفيديو شفناك عم تلعب على الدرمز، شفناك عم تلعب على الجيتار، شفناك عم تعمل اكتر من حاجه وبتغني،
ايه كله؟ ما هو يعني الموضوع خد سنين، الواحد كان دايما يعني انا كنت دايما بحب ادرس الشيء، فكل حاجه ليها علاقه ببعضها. الواحد لما بيكون بيعزف آلة بتتعلم آلة تانية، بس انا عائدا لده. انا ابويا كان بيعزف جيتار وكان بيغني، وعمي بيعزف كذا آلة، عمي كمان موزع. فانا فكره الموزع دي كانت حاجه انا عايز اوصل لها، وابتدت بان انا بحاول اعزف نغم على الجيتار مثلا. الدرامز موضوع تاني. درامز انا جابوا درامز في المدرسه لعبتها في اسبوع، فحسيت قلت يعني ابتديت العب اول بيت. الجيتار ما قدرتش اعمل كده، الجيتار خدني سنين ومشيت قلت لا صعب قوي بتاع. فلما لعبت درامز قلت ده انا ممكن الاله دي انا هتعلمها فعلا، انا عارف انا فاهم ده. وابتديت انميها من هنا ودرست، يعني درست مزيكا ودرست درامز، والنهارده انا بدرس درامز. ما شاء الله. بجد؟ يعني ده بعمله ما بين التصوير والتصوير بدرس درامز. انت بتلحق امتى؟ لا انت بتعمل كل حاجه، انت بتقسم يومك ازاي؟ ساعات بتبقى اوفر ويلم يومي. لا يومي بيبقى متقسم بالمواعيد يعني، وبيبقى عندي يومين اجازه. طب كويس ان عندك يومين اجازه. طيب جو، عايز اسالك سؤال عن لعبه نيوتن. هل دي كانت بس الانطلاقه الحقيقيه، ولا كان في حاجه قبلها، ولا ازاي؟ كتمثيل؟ ازاي تم ترشيحك ليه؟ انا كان في كذا مره كانوا كلموني، انا هم كل الناس عارفه في المجال يعني اصحابي حتى، ان انا شغال مصور يعني. شغال يا فوكس بوين او كاميرا مان لحد دي بي. والناس كانت بتكلمني عن طيب احنا عايزينك في دور مثلا. قبل لعبه نيوتن كان في كذا مكالمه، كان في كذا مسلسل لا تطفئ الشمس وحاجات من المسلسلات الجميله دي يعني. فانا للاسف كنت بصور بره مصر يعني، كان عندي شغل بره وما لحقتش، فالفرصه ما كانتش كانت. بس انا مزيكا؟ لا، كان شغل تصوير. يعني كان عندي تصوير بره، يا اما كان عندي تصوير في مسلسل يعني. يا اما كنت شغال فوكس بودر، فكنت مرتبط بحاجه، وكان صعب عليا قوي ان انا انقل النقله، وما كنتش هبقى مركز التركيز اللي انا عايزه. يعني كنت عايز اعمل ده بس ما كنتش حاسس ان ده الوقت يعني. فما مشيتش. ولما جه لعبه نيوتن، الترشيح جه عن كاستنج دايركتور صديق اسمه ثروت مصطفى. كلمني قال لي استاذ تامر محسن عايز يقابلك عشان دور في مسلسل. فانا كنت ساعتها مبدئيا ما بعملش حاجه. تاني حاجه، استاذ تامر محسن انا بحبه حب شخصي وبحب شغله جدا. ده باستثناء اي حاجه يعني. يعني كده كده اي عمل فني انا كنت مستعد ان انا امثل، بس المره دي انا ما كانش فيه حاجه. انا كنت قاعد بلعب مزيكا بس، وده حاجه انا اقدر اتحكم فيها، دي فرقتي، ده وقتي. فروحت واتقابلنا انا واستاذ تامر وقرينا الورق وابتدينا نشتغل على الموضوع. طب لما عملت بومينج بقى في لعبه نيوتن، يمكن المسلسل ده نجح بشكل كبير جدا في رمضان، وكل الممثلين ادائهم كان رائع، وكل الناس كانت يعني حافظه دور لممثل ممثل في حتى الوجوه الجديده اللي ظهرت في المسلسل، رد فعل الناس والجمهور استقبلته ازاي؟ انا كنت شايف رد فعل كويس جدا يعني. كان المسلسل كله من اوله شادد الانتباه بطريقه انا يعني الواحد كان لسه مش عارف الموضوع فين. انا ما كنتش عارف على فكره المسلسل قوي يعني، وانا بتفرج انا كنت بتفرج بشغف المتفرج، وكنت بتفرج بشغف المخرج عايز يشوف استاذ تامر هيعمل ايه. يعني انا كنت بقرا المشهد، وكان استاذ تامر دايما بيقول لي انت اخرجت المشهد جوه دماغك صح؟ بيقول لي بص بقى انا هخرجه ازاي. فانا كنت دايما متحمس جدا من غير حتى ما اقصد، انا شايف هو بيعمل ايه، انا شايف جو مدير تصوير محمود يوسف بيعمل ايه. فانا عيني كانت دايما مركزه الموضوع ده هيطلع عامل ازاي، انا عاجبني قوي اللي انتوا عاملينه وعايز اشوف هيطلع ازاي. فلما انا شفت المسلسل في الاخر، ردود الافعال على المسلسل ككل كانت حلوه جدا. ردود الافعال عليا انا بصراحه يعني، خاصه بدايه من الحلقه بتاعت المزيكا، انا خدت فيدباك حلو جدا. المزيكاتيه مصر كلها كانت مبسوطه بالموضوع، الناس كلها اللي بتعزف روك او فاهمه اللي احنا بنعمله كان في فيدباك حلو. الموضوع كله كاوفر اول انا خدت فيدباك انا فعلا ما كنتش متوقعه. والناس كلها بتسالني طب انت بقى ناوي تكمل ولا لا؟ طب انت بقى هتمثل ولا هتخرج؟ هو الموضوع زي ما انا بحكي لكم بالظبط يعني. انا كنت فعلا بشتغل والموضوع كان ماشي في التصوير، وما كانش فيه عندي يعني ما بلاقيش الوقت. كان دايما في حاجه. فلما حصل الصدفه انا كان بالنسبه لي يعني انا بعيش الحياه زي ما بتيجي، لان انا كده كده شغال ايا كان، بدرس مزيكا او بعمل مزيكا. ولما بيجي شغلانه انا بعرف انظم جدولي على اساسها. البرايورتي عندي انا بتختلف بالتوقيت يعني. انا دلوقتي حالا لو جالي ان احنا عندنا دلوقتي مسلسل هنصوره،
هيروح البريوريتي للمسلسل وانا هبقى مدير تصوير هناك. لو انا دلوقتي جالي دور في التمثيل انا هضطر اتنازل عن حاجات عشان حاجات دايما. فهي الاختيار بيبقى هو متغير، ما اقدرش احكمه، مش عارف ايه اللي هيحصل. انا ما كنتش عارف ان هيكلموني في لعبه نيوتن. فهي كده يعني. حتى في الشغلانه الواحده، لو انت بتشتغل مثلا مصور انت مش بتبقى عارف ان فجاه ممكن يجي لك فرصه انك تبقى مدير تصوير مسلسل. بالظبط. انت بتقعد سنين مش عارف تبقى شغال مساعد او حاجه، فرصه بتيجي. صح. خلينا نشوف حته من تمثيلك في لعبه نيوتن. دي كانت بالنسبه لي احلى بدايه بصراحه انا كنت اتمناها كممثل يعني، لان استاذ تامر كان عارف انا دارس ايه وكان بيكلمني على اساس ان انا فاهم في الموضوع يعني. كان بيقول لي احنا هنعمل كده، وبيقول لي كمان انه عايزني افصل ما بين الاخراج والتمثيل يعني. هو كان بيقول لي انا عارف انك انت دماغك هتروح هناك، بس انا عايزك تسيب الموضوع خالص وتركز في انك انت شخصيه عمر اللي تفاصيله 1 2 3 4. هو اداني كل القواعد اللي انا المفروض العب بيها بوضوح. دي اكتر حاجه انا حبيتها، هو واضح جدا، عارف هو عايز ايه، وبيساعد الممثل ان هو يخش في الموضوع بسهوله يعني. هو لو في اي حاجه مختلفه هياخدني على جنب يقول لي احنا عايزين نجرب كده. فهو الشغل معاه الواحد بيبقى فعلا مطمن، لانه عارف ان مهما حصل هو شايف الموضوع من بره كويس جدا. وده بصراحه كان بالنسبه لي كخبره ممثل، حتى لو انا دارس اخراج او بخرج بيبقى في سنه رهبه برضه يعني. انا في الاول بقول هو طب ايه، طب هنعمل ايه، انا شايف الموضوع كمخرج بس كممثل مش شايف نفسي، عايز ابص في الكادر انه ما تبصش ما تبصش في المونيتور. فانا قلت اه خلاص انا كده كده يعني مش محتاجه، وانا عايز اشوف انا يعني. بيقول لي لا ما تشوفش. فدي كانت بالنسبه لي حاجه اكسايتنج برضه، لان هو كان يعني مطمني دايما وكان محسسني ان انا اقدر اعمل اي حاجه يعني. فدي الاحساس ده بيفرق مع الممثل جدا، خاصة في أول خبرة يعني. جو، عايز أستغل وجودك معانا وأسألك عن الجميل حسين الإمام باباك، عايز أعرف الكواليس بتاعت حبه الفن، ويعني كواليسه معاك في البيت ومعاك، وكان أب عامل إزاي، والغنى والتمثيل والكوميديا اللي هو كان بيعملها. هو كان بيعمل حاجات كتير برضه. ما شاء الله. يعني انا مش هقدر اقول ان هو كان مختلف قوي عن الناس اللي تعرفها او بتشوفه على الشاشه يعني. هو كان كأب، هو كان بيهزر كده وكان بيضحكني انا شخصيا. كان خفيف كده في الحياه يعني، زي هو ما كان على هو بني ادم عنده الموضوع يعني. فعلا انا كابنه مش عارف اشرحها للي ما يعرفوش قوي يعرفه شخصيا غير اللي يعرفه على الشاشه، بس فعلا هو ما كانش بعيد خالص عن اللي انتوا بتشوفوه في الشاشه. وفي الحقيقه كان واخدها ببساطه يعني. انا كنت بشوف ابويا غير ان هو فنان، هو فنان في الحياه فعلا. لانه كان بيفهمني حاجات في الحياه انا ما كنتش هفهمها بسهوله. عنده فلسفه عامه عن الشغل وعن النظام، وعن خاصه النظام. يعني النظام دي كانت حاجه انا ما كنتش بالفطره منظم زيه. انا اتعلمت النظام منه في كل حاجه. فهو كان الحاجات دي انا باخدها منه واحده واحده كده. كابن انت بتاخد الاب كقدوه. فهو كان بيعرف ازاي كمان يوصل المعلومه الجد بخفه الدم. ودي حاجه انا كنت فعلا بقدرها قوي. ان هو لما بيدي نصيحه بيعرف يديها صح في الوقت الصح وموزون، بس بطريقه لذيذه يعني. طريقه انت تقدر تفهمها بالظبط وتعملها حساب برضه في نفس الوقت. ولذلك انا بالنسبه لي دي كانت حاجه فلسفيه يعني. انا النهارده لما افهمها بشوف ان دي حاجه مش سهله. لو انا عندي ولاد الموضوع ده مش سهل، ان الواحد يكون يفهم ابنه حاجات معينه ويبقى عارف ازاي يبقى برضه وازن الاثنين، يبقى صديق واب. صح. دي فهو كان فعلا عنده البالانس ده. وكذلك في الشغل والحياه يعني. ابويا كان لازم بيبريورتايز الاجازه جدا. بيعرف جدا ازاي ان هو يستمتع بحياته، يستمتع بان هو اب وعنده عيله، ان هو صديق واب. مشهور عن الاجازه، مهتم جدا بالحياه العائليه. يعني هو كان عنده كده لايف ستايل عام في شخصيته، دي الكاريزما بتاعته. وفعلا الموضوع ده كان العيله كلها ممكن يعني. لو سالت اي حد في العيله هيقول لك ان يعني. طب يوسف، بما ان انت يعني طالع من فن يعني، والدك، والدتك، جدك، عمك، ايه اكتر حاجه اتعلمتها من كل واحد فيهم، سواء في الحياه العامه او في الفن؟ يعني انا ممكن اقول ان انا برضو الواحد ساعات الدروس ما بتبقاش دايركت كده. الاب يعني انا ابويا ممكن يقول لي نصيحه واضحه، ركز في شغلك، اهتم بكذا، لازم تبقى منظم. كان عنده الصحيان بدري والنوم بدري، دي حاجه اساسيه طبعا. لما بنخش التصوير حتى كان بيصر
ما نقدرش نشتغل اكتر من 12 ساعه، كان هو بالنسبه له ده مستحيل. فالحاجات دي كلها كابويا كان بيعلمني الحاجات دي دايركتلي. العيله انا بالنسبه لي كطفل اكتر، انا حاسس ان انا خدت حاجه من 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 كل اللي حواليا من غير ما الاحظ. مفيش حد جه قال لي انت لازم تعمل كده او كده او كده. بس انا متاثر بابويا وامي اكيد اكتر اتنين. فانا امي لوحدها عندها تاثير كبير جدا عليا من حاجات كتير قوي. انا امي بتعمل حاجات كتير برضه، انا امي اصلا بتصمم ملابس فنانه سحر رامي جميله طبعا، وكانت بترقص باليه وكانت في معهد الباليه وبعد كده مثلت. فهي برضه بتعمل حاجات كتير جدا. انا كل الحاجات دي اثرت فيها لان هي عندها التزام برضه غريب يعني. هي عندها درجات التزام، لو مش عايزين نعمل الحاجه، لو ملناش نفس احنا بنستمر وبنعمل الشيء. ده اكتر حاجه انا اتعلمتها من امي فعلا، اصرار في ان انت لازم تعمل الشيء. اي حاجه بتعملها لازم تكون انت، باستثناء انت لو خدت قرار في انك انت دلوقتي هتبقى مخرج، انت هتستمر. مفيش حاجه اسمها انا زهقت، مفيش حاجه اسمها انا مش هصحى كل يوم الصبح اذاكر او ان انا هشتغل. الديسيبلين عامه انا فعلا امي ادتهوني في شخصيتي يعني، ولحد النهارده احنا بنتكلم في الموضوع ده يعني المكالمات هنا اللي هي الاستمراريه. فانا خلاص بقى في حاجه في دماغي، ما تيأسش من اللي انت بتعمله، حسيت انك فشلت مش عاجبك مش عارف ايه، استمر استمر. ما في يعني الفشل الحقيقي اللي ما بيعملش، النجاح الحقيقي المستمر اللي واثق من ان الحياه عامله كده اب اند داون. فدي حاجه انا فعلا واخدها منها وبشوفها في نفسي النهارده في قراراتي حتى، بيبقى اللي هو صح. شو حلو تكون عايش في بيت مليان فن، مليان الحاجات اللي عم بيقول عنها يوسف، بتخليك دايما عندك موتيفيشن اكتر للحياه، ما بتخليك تفقد الامل. الجو هذا اللي عايش فيه، اللي عشت فيه انت في بيتك، خلاك تكون الانسان اللي انت فيه النهارده يعني. فبس هلا حابين نعرف محضر لنا ايه دلوقتي؟ ايه اعمالك الجاي؟ حاليا انا شغال مع الفرقه اللي كانت في لعبه نيوتن اسمها سيرك الوحوش. ده انا ومعايا طارق عمرو بيلعب جيتار، ومعايا كريم اشرف بيلعب بيس. واحنا بنسجل اول البوم يعني، احنا نزلنا كان في 5 تراكات نزلوا قبل كده، دلوقتي احنا بنسجل البوم كامل، وهو المفروض ينزل بروبلي على اخر السنه. وفي الغالب كل اغنيه هنصور لها كليب اول ما تخلص يعني. فاحنا دلوقتي بنسجل 3 اغاني وهيخلصوا ينزلوا بعد كده في 3 اغاني بعديها. فده اللي انا بعمله. وفي تحضير فيلم، ده حاجه تانية مش هقدر اتكلم عنه كتير طبعا انه لسه في تحضير فيلم في المطبخ. في تحضير فيلم بتمثل فيه؟ لا بخرجه يعني، في فيلم روائي طويل انا بخرجه. المره دي مخرج وده كان حتى انا شغال في التحضير في الفيلم ده من قبل لعبه نيوتن يعني. احنا بقالنا بنحضر من بدايه 2020 كلام وسيناريو، ولسه بنعمل درافتس وحاجات كده. والفيلم ان شاء الله يعني في الغالب هنبتدي تصوير في اخر السنه يعني. جو عشان الوقت سريع، انا عايز اسالك اخر سؤال قبل ما نختم، اكتر اغنيه بتحبها لباباك ايه؟ مش عارف والله اجيب لك انهي اغنيه، بس اكتر اغنيه ريسنت انا بسمعها، والسبب ان في اصدقاء عندي عندهم فرقه بيعزفوا لها كوفر لو كل الناس قالت الحقيقه. الاغنيه دي هم اكتر حاجه بسطاني ان هم معيشينها وعمالين بيعزفوها في حفلات والناس بتفضل تفتكرها. فالاغنيه دي الايام دي في دماغي يعني، فدي اقرب حاجه يعني ممكن اقولها لك. للاسف فقرتنا خلصت معاك ونورتنا بجد مرسي. وعايز اقول لك ميرسي لوجودك معانا، وميرسي يا نوران، وميرسي يا هيا. ثانك يو لك شريف، وثانك يو لك يوسف. ثانك يو فيري ماتش. والنهارده حلقتنا خلصت، وان شاء الله نشوفكم. باي باي.